فانا كنت اقلد ورده يا ستي في مال، وكنت اتقمص شخصيتها. ايه اهم حاجه كانت تميز ورده؟ ورده تخليكي فورا حبيتي طبعا ورده دلوقتي غير ما انا كنت وقت ما انا بقلدها. ورده كانت عينيها فيها براءه، وكتير كانت تشت كده وتسرح، وايديها وكان عندها حركه تعمل وهي ما زالت الحركه دي على فكره، مش عارفه يعني يمكن تكون بطلتها. فانا كنت اقول مال واشتكى القلب بكى وغنى على الحنين في الغربه موال، قال بعد الحبايب عننا هيسهر دمعنا ليالي طوال ليالي طوال. ايه قلت ايه؟ مفارق مفارق ايه يا روح لذيذة زمان بالظبط بالظبط. كنت ايه يعني، وساعة ما قرر اقلد يعني ما تاخدش معايا 5 دقايق، قررت الاقي نفسي قدام المراية. تعيشي بقى اللحظة انت لوحدك واحس حالك. الفنانة هي اللي قدامي واقلدها. انما غريبة انه حتى تقاطيعك ساعتها بتتغير وكأنها الفنانة بقت شبهها. لا يعني منتهى الاتقان لدرجه ان احنا بنحس خلاص ان ورده قدامنا. طب انا اقول لك حاجه نونيا، دلوقتي انت يعني بمناسبه ما انك بتقلدي وبتقولي الاغاني دي، انت بتغني اصعب الالحان، اصل اللي تغني الورده دي مش صوت عادي ومش امكانيه مطربه عاديه. ازاي انت ما غنيتيش طرب اغنيه على المستوى ده؟ انا متذكره ليكي حاجات كتيره، حتى كنت تقولي الموال، وفاكره انا موال كنت تقولي عبد المطلب وعبد المطلب اللي صعب، ومع ذلك ما فكرتيش انت تغني الاغاني اللي شويه تقيله، دايما اغاني خفيفه على الرغم انك طاقه كبيره، ايه السبب؟ حسيت ان انا لون انا حابه اقوله. انا من النوع لو سمعت اي مزيكا تلاقيني ابتدي اتهز معاها. زمان طبعا كانوا كلهم بيقفوا، المطرب او المطربه بيبقوا ورا الميكروفون ما بيتحركوش، فانا ما حسيتش ان انا نفسي اقول اللون، يعني بقول البعد والحب وكله بس بطريقه لطيفه ومش منشيه. ما انا عارفه، ما هو دي مش منشيه، ده طبعك ودي شخصيتك وده الحلو يعني في ادائك طبعا. انما يعني ما جذبكيش انك تغني اغنيه، على الرغم من ان انت ليكي اغنيه انا شخصيا بحبها قوي، حبيبي يا عيني اللي لا 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 كان في ايدي وراح ولا جاش، حبيبي يا عيني يلي ضعت ورحت بلاش. حلوه. بتاع اشرف عبد الباقي. جميله. اولا قبل ما انقل على الحكايه اللي جايه دي الشاشه بتاعتنا، عايزه يعني اسمع منك اي حد من الجداد. كل جمهورنا سمعك في الحاجات القديمه وانت بتقلدي مدام ورده ومدام فايزه. مدام فايزه احمد اخف دم شفته في الوسط الفني. صحيح. فايزه احمد الله يرحمه مقلده بارعه، يعني تقلد احسن مني كمان. الوحيده اللي ممكن تقلد في فترتها زمان احسن مني هي ورده. فايزه يا سلام. فايزه كانت تقلد كل المطربات. فايزه كانت تزعل قوي لو ما قلدتهاش، يعني ساعات كنت اريحها وزي ما اريحهم كلهم يعني ابقى بقلد. طب اقول ايه؟ طب دي شويه ايه تستريح. كانت تزعل الاقيها مكلماني بالتليفون، اللي بتقلدي ورده ليه وانا لا؟ طب ده انا عامله غير وجهي. طب اسمعيني يا روح قلبي يا طير شوقي، تبتدي تقول لي الغنوه الجديده اللي هي عاملاها. طب والله يقلد لنا فايزه. انا كنت بقلدها في خفا الله. فهي كانت رفيعه. ايوه. طيب كنت اعمل كده وابص كده، فطبعا الناس كانت تضحك. وقف وقفتها. خاف الله خاف الله ارحمني ما تتعبنيش، وارجع لورا.
مع المزيكا. كانت الناس يعني الحقيقه من الفقرات الحلوه اللي الناس كانت بتحبها. عبد المطلب، فايزه احمد، ماجده طبعا، ورده، يعني كتير. مدام ماجده كانت تزعل لما بتقلديها؟ ابدا لا، صحيح. لا كانت تفرح قوي وتكلم تقول لي طب انا هغير اتكلم كده، هتكلم بشكل تاني، بس مش قادره تتكلم بشكل تاني. هي يعني بالعكس كانت بتفرح. حتى كان الاستاذ جمال الليسي كان عايزها في فيلم، فهي قالت ايه، يعني قالت انا لازم اقرا السيناريو، فالسيناريو فضل عندها اسبوع اسبوعين، فجمال ليسي كلمها قال لها هتقري ولا اجيب لبلبه؟ يعني كانت نكته وهي فرحت قوي يعني. ما فيش حد زعل مني الحقيقه. طب مش هتقولي لنا حد من الجداد شويه اللي نعرفهم يعني؟ والله مش عارفه يعني، هم بعضهم بيقلدوا بعض. هو اكيد طبعا في يعني في حاجات كتيره متغيره، في ناس حلوين، في جيدين جدا قوي، وفي ناس لزاز. يعني انا ساعات ايه ابقى ايه معديه كده، اروح طالله كده على التلفزيون اقول والله دي ممكن تتقلد، بس ما ركزش. طب معلش انا مش عارفه، شايفه كده، استدعي لنا حد كده. انا شايفه يعني سميره سعيد فيها تقليد، مش كل حد على فكره فيه تقليد، بس سميره سعيد فيها تقليد. ايه بقى؟ وحشني حقيقي، وحشني بصحيح، وده الاشتياق ده داني من. تعرفي ليها طريقه في... ليها بس ستايل طبعا لذيذ، وصوتها فيه نبره. حتى الغنوه الجديده اللي بتقولها مش عارفه ليه قدام الناس بتبقى طيب كده حساس، بتبقى ايه وزاريفه ايه، امال معايا بتبقى ليه ايه. هنتضرب. لذيذة. هنتضرب النهارده. لا، عندي انا عندي. خليها تيجي عندي.